ازيك ست عامله ايه؟ ازيك يا ستاري عامل ايه؟ انت طيبه وحضرتك طيب. ايه اللي موقفك متاخر كده؟ كنت في تعريف معهد الاورام ولسه طالعه من الصوم شويه. الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك يا رب. صحاري فين ولا انت مالكيش صيام بقى؟ لا ما بصومش. انت عندك ايه؟ انا عندي ورم في المخ. الف سلامه عليك. الله يسلم حضرتك يا رب. تعالجي بقالك قد ايه يعني؟ بقالي فتره. يعني شهر اتنين سنه؟ لا اكتر من 5 سنين. ظروفك ايه بقى يعني؟ شقيانه شويه. معلش الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا رب. يعني ايه الظروف اللي عندك يعني؟ والله انا يعني كان عليا شيكات وسددتها الحمد لله، بس رجعت انت تاني. ليه بقى؟ جواز العيال. مال جواز العيال؟ ما يتجوزوش. متجوزه ثلاثة. طب ايه يعني؟ انت عليك فلوس دلوقتي؟ كام يعني؟ يعني حوالي 20. انا طب انت طب العلاج بتاعك ايه يعني؟ باخد كيماوي. لان ولسه؟ انا شايله الرحم برضه. انت عندك فين؟ عندي في المخ وشايله الرحم. طب المخ بتاخدي جلسات عليه؟ عملت عمليه بتاخدي جلسات ولا ما عملتيش؟ لا عملت عمليه. بس انت صحتك كويسه يعني؟ الحمد لله رضا. انت اسمك ايه ومنين؟ انا من الشرقيه. من الشرقيه؟ ام محمد. طب انت هتعملي ايه؟ تقعدي بقى ولا تسافري الصبح ولا تعملي ايه؟ احنا قبل الفجر. لا على بال ما اروح هيكون الفجر قد. يا مصر صح يعني؟ تروح بقى تركبي بجو ولا تركب ميكروباص؟ بجو. بجو. ولوحدك؟ متعوده بقى. الاسم ايه؟ ام محمد. ام محمد؟ محمد اللي بنقابلها قبل الفجر، محمد احنا بنقول زي ليلة القدر، اللي عندها ورم في المخ، ربنا يشفي كل مريض. واقول لك بقى اسالك الليل، اسالك سؤال تقولي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. وسؤالنا تسمعي عن نفرتيتي؟ ايوه. دي اجمل ملكات مصر. هي تنتمي لاي اسرة؟ الاسرة 18 18 ولا الأسرة 25 ولا الأسرة 30؟ إن شاء الله 18. الأسرة 18؟ إن شاء الله. بتقوليها كده وإحنا معاكي كده. ما أنا مع ربنا. أم محمد المشرقية اللي بتعالج في معهد الأورام اللي بنقابلها اللي بنقول زي ليلة القدر. فعلا الإجابة الأسرة الـ 18 ودي بتنتمي إليها نفرتيتي، تكسبي الجايزة. بقول لك مبروك. ربنا يبارك في عمرك يا رب ويخليك. ربنا يكرمك. ربنا يبارك. أنا جايزتي إن أنا قابلتك والله. ربنا يكرمك. أنا جايزتي إن أنا قابلتك. طب تتخيلي الجايزة إيه بقى؟ العلم عند ربنا. تكسبي معانا مبلغ 100,000 جنيه. الله يبارك لك يا رب. 100,000 جنيه بقول لك مبروك. الله يبارك لك يا رب. الله يبارك لك. احساسك ايه وماسك ال 100,000 جنيه دلوقتي؟ اول مره امسكهم.